أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. أفضل للذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ألتقيكم بحلقة ومجموعة بحوث جديدة في برنامج شذرات من الخطاب الحسيني، هذه السلسلة التي سنعتمد فيها على أقوال وكلمات وخطابات الإمام سيد الشهداء الإمام الحسين في كيفية تعامله مع الأمة، وكيف حثه على مسألة الاستنصار الحسيني والنصرة لله ولدين الله. وسنلتقط بعض المواقف التي من خلال هذه الخطابات التي خاطب بها الإمام الحسين، كيف تعاملت الأمة وكيف تعامل الأشخاص بالتحديد مع هذا الخطاب الحسيني، وكيف تفاعل، سواء التفاعل الإيجابي أو التفاعل السلبي. وكما لا يخفى على المشاهدين أن الإمام الحسين عليه السلام قد بدأت رحلته نحو كربلاء منذ المدينة المنورة، وهاجر أو سافر إلى مكة، ثم من مكة في اليوم الثامن من الحجة توجه كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، توجه إلى الكوفة. كان في المدينة في المجموع الموجود في المدينة من الشخصيات كثيرة، لكون أن المدينة هي المركز الأساس الذي أسسه رسول الله صلى الله عليه وآله كمدينة إسلامية، فيها الكثير من الأنصار وفيها الكثير من المهاجرين. وبعد ذلك في زمن الإمام الحسين أيضا هنالك أبناء الأنصار وأبناء المهاجرين. فما يهمنا هو أنه عند خروجه، عندما قرر الإمام الحسين الخروج إلى العراق متوجها من المدينة إلى مكة وبعد ذلك إلى الكوفة، هذا الطريق أراد به سيد الشهداء لملمة الأنصار وتجميع القلوب حوله، في أن هذا الخروج هو خروج لنصرة الله ولنصرة دين الله، لم يكن خروجا سياسيا بحثا عن الدنيا فرضا أو عن المنصب، كما سيأتينا أيضا في مواضع من خطابه المقدس سلام الله عليه. وهنالك إشارة إلى أنه كان في تلك المرحلة يعيش الكثير من الانكسار الموجود عند صفحة أو جهة الأنصار وأولادهم والمهاجرين وأولادهم، خاصة بعد موت معاوية ابن أبي سفيان وتنصيب ابنه يزيد اللعين في منصب ولي أمر المسلمين وخليفة المسلمين،
وبدأ بأخذ البيعة من الناس، وكان هذا هو السبب في خروج الإمام الحسين والثورة على هذا الظالم المستبد البعيد كل البعد عن الدين وعن أهل الدين، بل كان معروفا بالفسق والمجون والانحلال الأخلاقي. لذلك قال كلمته الإمام الحسين: ومثلي لا يبايع مثله. قبل خروجه، نقف عند هذا الخطاب، قبل خروج الإمام الحسين عليه السلام وجه بوصيته مكتوبة إلى أخيه محمد ابن الحنفية، محمد ابن علي ابن أبي طالب عليه السلام، قال فيها سلام الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به الحسين بن علي عليهما السلام إلى أخيه محمد بن الحنفية: إن الحسين يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله جاء بالحق من عنده، وأن الجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلى الله عليه وآله، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليهما السلام، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم وهو خير الحاكمين. هذا الخطاب الأول الذي نستطيع أن نتوقف عنده في معرفة الأمور التي وضحها الإمام الحسين إلى الأمة الإسلامية. أولا، عادة ما يكتب في الوصية يكتب أن فلان يشهد أن لا إله إلا الله ويؤمن بكذا ويؤمن بكذا، وله من الأموال كذا، ويوصي إلى فلان ويوصي إلى فلان، وإن مت. هذا المتعارف في كتابة الوصايا. أما ما نجده بخطاب الإمام الحسين عليه السلام بكتابة وصيته، نجده أنه أقر بالوحدانية لله وبالرسالة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه ينتقل بعد ذلك إلى أمر مهم، وهو أن خروجي لمجابهة والثورة على يزيد الظالم لم تأتي على نحو التبطر أو على نحو الإفساد أو على نحو طلب الثأر مثلا أو العصبية القبلية، بل إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. هذا يفهم أنه إذن هذه ليست وصية من الوصايا التي يكتبها الإنسان إذا سافر أو إذا حاق به الموت، ولكن نفهم أنه هذا الكلام أو هذه الوصية هي وصية إلى الأجيال اللاحقة،
هي وصية إلى كل من يقرأ هذا النص بعد استشهاده عليه السلام. لذلك وضح الوجهة الحقيقية من أني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلى الله عليه وآله. ماذا تريد يا أبا عبد الله؟ أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. إذن هنالك منكر يجب أن ينهى عنه، وهنالك معروف لا يعمل به، هذا سبب الخروج. وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب، أي أن المسيرة السلوكية للإمام الحسين ستكون موافقة لسيرة جده محمد صلى الله عليه وآله وأبيه علي بن أبي طالب عليه السلام. بعد ذلك يخاطب الجماهير أو يخاطب العقول من أنه فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق. إذن من أراد أن يقبلني لا يقبلني على أنني ابن فلان أو من بني هاشم أو أي صلة أخرى، ولكن من أراد أن يقبلني فعليه أن يقبلني بقبول الحق، أي أن يكون ملتزما بطريق الحق. فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، هذا أولا. إذن من أراد السير مع الحسين، وكما قلنا قبل قليل الوصية ليست وصية مختصة بزمن ما، بل هي عابرة للأزمان، ويفهم منها مخاطبة الأجيال كافة. فمن أراد أن يبايع الحسين أو أن يسير على طريق الحسين عليه السلام عليه أن يقبل الحسين بقبول الحق. ما هو هذا القبول؟ بأن الحسين يمثل طريق الحق الإلهي لا غير. فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا ومن لم يرضى ومن لم يقبل أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم وهو خير الحاكمين. إلى هذا المقطع يتبين منه أن دعوة الحسين عليه السلام لم تكن دعوة عشائرية أو دعوة عصبية أو انتقاما أو غيرها أو طلب الملك أو الثأر، بل هي دعوة المولى عز وجل، دعوة الله، ودعوة الله عادة هي دعوة الحق. ودعا الإمام الحسين الناس إلى من أراد أن يكون على الحق والصراط الحق فعليه أن يتبعني، أما من لم يقبل فسيكون الله حاكما بينه، بين الإمام الحسين وبين هذا الرافض لدعوة الحق ودعوة الإمام الحسين. إن شاء الله تعالى سيأتي الكلام أيضا في ما كتبه أو خاطب به في المدينة من غير هذه النصوص إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.